لو رجعنا لاخر 10 سنين في السينما المصريه الجميله بتاعتنا هتلاقي الافلام الحلوه تتعدى على صوابع الايد الواحده مش حتى الايدين. الفيلم اللي هنحكي عنه النهارده هو بنسبه كبيره لازم يكون موجود في القائمه دي، فيلم قادر يغير مودك ويخليك تخرج من مود معين مسيطر عليك زي ما المود ده كان مسيطر على حسين، وفي النهايه كل حاجه بتتغير وكل حياته بتتغير وبتتشقلب. ممكن لو شفته تقول رتمه بطيء وممل، بس كل ده كان ليه سبب. في الحقيقه كل فريم انت هتشوفه في الفيلم ده ليه معنى وسبب. لما هتشوف شتيمه والفاظ حسين في رايحة والجاية لأي حد سواء كبير أو صغير، ده كان ليه سبب. التكسير اللي في الحيط ده ليه معنى وسبب. رقم الفيلا اللي ممكن يوحي لك بيها حياة عيب يا ولد ما تفكرش فيها برضو ليه سبب. حتى خيري بشارة وهو عامل دور الراجل الكبير اللي بيجري طول الوقت ده وما سمعتش صوته حتى في الفيلم، برضو وجوده ليه سبب وليه دلالة. كل شخصية موجودة سواء في البيت أو خارج بيت حسين، أو حتى لو حد سيرته اتذكرت بس ما شفتوش كده لحم ودم في حدوتة حسين، برضو ليه سبب. الفيلا نفسها ليها شخصية في الفيلم، وافتكر كويس إن كل حاجة زي ما قلت لك ليها سبب، وكل معطيات الفيلم بتخلق دافع عند حسين. ندخل بقى على الفيلم. الفيلم اللي بدايته مفتوحة ونهايته برضو مفتوحة، وفي وسط الفيلم كسيناريو اخراج الفيلم عايزك انت تعرفه وتفهمه، مش موديك على تراك معين، هو عايزك انت تخمن وتفهم ليه حسين انعزل، وليه قرر يعيش اللي باقي من عمره وحيد شريد محطم الخطوات، وليه حسين بقى على الهيئه اللي انت شايفها دي، حد كاره لكل مظهر الحياه تقريبا ومنفر للي حواليه بطريقه تعامله معاهم. الا ان بيحصل كام حاجه ممكن نخمن ونعرف بيها ايه سبب اللي حصل لحسين، والسبب اللي خلى حسين يتغير ويخرج من الزون اللي كان حاطط نفسه فيها، ويبقى شخص معطاء ويدي لكل اللي حواليه كل حاجه تقريبا في كل حاجه في حياته. فاول كام فريم في الفيلم بنشوف خضره وميه ومظاهر حياه، وبنشوف سياده اللواء وهو بيجري ولا كانه بيجري في رعيان شبابه، وبنرجع لحسين في الفيلا. الفيلا اللي كل المشاهد اللي فيها عباره عن شيء باهت، شيء ما فيهوش حياه ولا نبض، في عزلة ووحدة. وحسين اللي زي ما قلنا اسلوبه شديد ونرفوز كده، حاجة تحسه عامل زي ابوك وهو متعصب يوم الجمعة حرفيا وهو بيقفل مراحل البيت كلها. وبنفهم علاقة حسين باللي حواليه، بهناء اللي هي مش مجرد واحدة بتديله الحقن وتخدم عليه وتمشي، هو داخل في حياتها وعارف ان اخوها هو اللي ضربها امبارح، وكمان بيسألها ليه خطيبها لحد دلوقتي ما اتجوزهاش. وحيدر المهندس اللي بيشتغل عنده في المكتب ومش شايف من حسين طول الوقت غير تهزيق وزعيق، بس بيحصل حاجة غريبة جدا وهو ان حيدر من غير ما يقصد وقع الكوباية على ايد حسين. ساعتها بنكتشف ان ايده مليانه تقرحات وحسين بيحاول يخبيها سريعا سريعا ويطلب منه يمشي، وبينتهي المشهد على كده. وبنشوف باقي علاقات حسين اللي كلها بتحصل في نفس الفيلا اللي حسين عاكف نفسه فيها. الخادم بتاع حسين اللي بيقرر يسافر البلد بحجه ان ابوه تعبان، صحاب حسين ذو الطبع الثمانيناتي التسعيناتي اللي بيذكروه باختلاف الصباح والليل يمسي اسكرال الصبا وايام انسي، ياه ايام ثانويه عامه وايام احمد شوقي، ربنا مع كل اللي بيمتحنوا دلوقتي يا شباب. المهم هم دول الناس اللي بيحس معاهم حسين انه عايش في كواليتي تايم وبينسى في وجودهم اي وجع. وبتظهر شخصية نادرة، نادرة أخت حسين اللي حسين رافض تماما وجودها في البيت حتى لو هيدفع لها فلوس فندق تعيش فيه، زي ما هو كاره فكرة وجود أي حد حواليه، زي ما اتعصب عشان هي جايبة حفيدها والشغالة معاها، زي ما كاره سيادة اللواء اللي كل لما بيشوفه بيجري ومليان شباب وعايش حياته بيقول في سره الوسخة. أسلوبه سيء مع كله، حتى مع حفيد أخته اللي بيكلمه من طرف مناخيره، علاقته كمان غريبة مع البنت اللي هي تعتبر في سن بنته لو خلف، بما إنه كان صديق أبوها، علاقة من ضمن التساؤلات والحاجات اللي في الفيلم اللي هتخليك تسأل هي ازاي نشأت وليه بقت كده اصلا. بس مع الوقت ومع المشاهد البطيئة اللي هنفهم مع بعض هي بطيئة ليه، بنفهم ليه حسين عازل نفسه. وقبل ما نعرف ليه الاحداث بطيئة، ما ينفعش ننسى ان حسين بيحب النظام، مش النظام بمعنى التنظيم، ولكن هو ما بيحبش حد يغير حاجة من مكانها، حد يشيل كتاب من مكانه او سي دي من مكانه، وده تقريبا قاله لمعظم شخصيات الفيلم. وهنا احتفاظه بكل شيء من مكانه جاي من احتفاظه بوحدته، انه مش عايز اي تغيير في خط سير حياته، بل وكمان عايز حياته تنتهي ومحدش ياخد باله منه كانه ما جاش. بقالنا نص ساعه عايزين نعرف ليه حسين كده وليه عزل نفسه وليه انا بتفرج على الفيلم. التساؤل ده المخرجه ايتن امين بترد علينا بيه في زوم ان مفاجئ بيحصل لما سيف حفيد اخت حسين بيكلمه هو على سريره البائس، ومره واحده بنشوف الكاميرا بتقرب على الادويه بتاعت حسين. وكمان شويه هقول لك دي ادويه ايه، لان لحد دلوقتي احنا لسه معرفناش حسين بيشتكي من ايه. بس اخراجيا ايتن امين بتحاول تخليك تعمل برين ستورمنج كده وتفكر في خيالك ان ممكن يكون سبب من ضمن اسباب عزله حسين هو انه مريض، لان ده اقرب استنتاج ممكن تستنتجه. شخص كبير شتام سباب لعان شكاء حكاء بكاء، حياته واقفه تقريبا، والتساؤل ده مش بيدوم كتير عشان بنشوف بعدها حسين اكتر من مره اسف اللفظ يعني بيرجع، ومش بيرجع بشكل سهل، لا ده باين انه عنده مرض خطير فعلا، مرض مصور لك وشه الشاحب كانه هو جدران البيت المتهالكه اللي حسين نفسه بيقول ان هي محتاجه تدهن. ابويا هنا ادمت قوي، حياتي عايزه تدهن، وكانه بيكلم نفسه وبيقول ان حياتي محتاجه بيوتيفاي،
حياتي محتاجة تغيير. ومع كل ده برضو الفيلم لسه ما قالش بشكل صريح ان ده سبب انعزال حسين عن الناس وغيابه شهر بحاله عن مروحه للشغل، بس بنشوف لاين تاني بيشقلب حياة حسين، اللاين اللي حسين نفسه كان رافض وجوده في حياته اصلا، وهو سيف. سيف بطبيعته شاب مراهق لسه معرفش حاجة، ما عندوش غير آية لان امه مش قريبة منه ولا حتى جدته. آية هي الوحيدة اللي بيحس معاها بوقت جميل وبيغير عليها من الهوى، وحسين من غير ما يحس بيلاقي نفسه بيوافق على الحفلة اللي آية وسيف عايزين يعملوها في البيت، وهنا بيكتشف نفسه فيهم، بيكتشف انه مش بس محتاج الوقت اللطيف اللي يقضيه مع صحابه اللي بيفكروه بايام انسي. فاكر قصيدة احمد بيه شوقي اللي قلنا عليها؟ حسين كان محتاج يحس انه انسان يقدر يدي ويقدر ياخد من الدنيا حاجة هو ما كانش مخطط انه ياخدها، بس بياخدها عن طريق انه يدي. فاقد الشيء يعطيه، ولما بيعطيه بيعطيه بكثرة كمان. حسين كان فقد الشخص اللي يغير فيه حاجة، فيبقى هو الشخص اللي يغير في اللي حواليه، تحديدا في سيف. سيف اللي زي ما قلنا كان وحيد، محتاج حد يقوله ازاي يتصرف مع البنت اللي بيحبها وهي حاسه باضطراب مشاعر تجاهه وتجاه صاحبه التاني، محتاج حد يحسسه انه قريب منه عشان امه بينها وبينه مسافه وكمان جدته، محتاج ان حد يقوله ان الحشيش اللي معاه ده فيستك ويديله حشيش احسن عشان يشربه. وهنا حسين لما اداله حشيش ما كانش مقصود انه يطلف اخلاقه ولا حاجه لا سمح الله، الحشيش محطوط في الحدوته كلاين بس عشان يحسس حسين انه قادر يدي زي ما هو قادر ياخد، قادر يغير في حياه سيف اللي جاله من السماء وما كانش طايق فكره وجوده، وقادر في وقت بسيط يبقى هو اقرب حد ليه، ويبقى سيف مطمن ان حسين مش هيقول لجدته انه بيشرب ويقتمنه على السر ده. سيف كان هو المفتاح او الدينامو اللي حرك حياة حسين، سيف هو اللي حسس حسين انه عايش وفي حد مستني منه نصيحة او كلمة او حاجة تغير فيه، حسسه بالانكلوجن في الحياة اللي ما كانش عايشها. ولما حسين حس انه مرغوب فيه حتى لو بشكل غير مباشر، بيقرر انه مش بس يعيش على ذكريات زمان ويسرق فرحة من الزمن خلصة هو واصحابه، لا، لما بيسمع بند سيف وآية بيغنوا شكل هموت لوحدي بيقرر انه يعترض على الاغنية، وبكده ياخد حسين اول خطوة فعلا يتحدى بيها الموت. بيقرر يروح لفرقة سيف وآية ويعزف معاهم، هم معاهم الالات الغربي وهو معاه العود العتيق بتاعه. وطبعا ده مقصود جدا، انه كان شتان الفرق بين سن حسين وجيله وسيف وشلته، وشتان الفرق بين المزيكا الغربي والمزيكا الشرقي والعود والالكتريك جيتار، بس مع كل الفروق دي بيتلاقوا وبيلعبوا مزيكا وبيوصلوا اللحن ما عملش الفرق اللي كان بينهم في اول الحدوتة. وبقى هو ده الوقت الجديد اللي حسين بيحس فيه انه مرغوب فيه في الحياة بالناس الجديدة اللي كأنها غيرت دمه. والكاميرا بتخرج بره البيت المرة دي في فريم فيه الفيلا والحياة سوا. الفيلا المرة دي امتزجت مع نفس عناصر الحياة اللي قلنا عليها قبل كده، المية الخضرة، عكس قبل كده في أحداث الفيلم الفيلا كانت عبارة عن باهتان مش أكتر، بيحصل مشكلة أو زعيق فبنشوف بعدها شتات من بره بتعبر عن الحياة اللي حسين ما كانش عايشها ولا شايفها، كأن آية الأمين بتوريك الفرق بين الحياة اللي بره فيرسز أو ضد الموت اللي كان حسين مختاره، زي بالظبط سيادة اللواء اللي من سن حسين أو يمكن أكبر. وسيادة اللواء هنا تقريبا طلع على المعاش لأنه على طول موجود في البيت، ولكن هو ما اختارش إنه يعيش دافن نفسه بالحياة زي حسين، ولما بيكون لواء معاش بيكون افتقد حاجات كتيرة جدا زي سلطة زي روتين شغل، ومع انه في نفس مستوى سن حسين الا انه كان موجود في الحدوتة عشان يخلي حسين يبص عليه ويسرق وقته وهو بيتابعه وبيتلصص عليه وهو بيجري ويحسب معدل الجري بتاعه، لا وكمان بيتفاجئ انه بيتحسن في مستوى الجري بتاعه عن كل مرة بيجريها وبيشتمه بافظع الالفاظ لمجرد انه عايش حياته. وهنا الشتيمة اللي كانت عمال على بطال كانت شتيمة حسين لنفسه، انه مش عارف يعيش الحياة اللي سيادة اللواء عايشها، وان في عز ما حسين دافن نفسه بالحياة وبتجيله البنت عشان تديله حقنة الدواء الا انها بتخلص عند حسين عشان تروح للواء وتديله هو حقنة الفيتامين. حتى كل مشاهد اللواء كلها جري وحركة ونشاط، عكس كل مشاهد او حياة حسين اللي كلها سكون في سكون، حد عايش وحد تاني ميت. واللي اداله الحياة هنا زي ما اتفقنا هو حفيد اخته سيف، اللي خلاه يبص للحياة بشكل تاني ويعيش معاه، والتاني كذلك زي ما قال حبيب القلب والفؤاد فؤاد حداد، الجنة دايما عند غيرك، تعيش في خيره ويعيش في خيرك. فهنا بيقرر حسين يعيش في الجنة عن طريق انه يعيش غيره فيها. فاكر لما قلت لك فاقد الشيء يعطيه وبتاع؟ اهو هنا حسين ممتلك الشيء اللي مش عند غيره فعلا. حسين عنده حصة في مكتب الاستشارة الهندسية، بيقرر بعد ما يحس انه عايز يعطي وعايز يعيش انه يكتب الحصة دي لحيدر عشان بس يعيش غيره في جنته، وبيقرر يدي الطقم الصيني العتيق اللي عنده وكان لسه بشوكه لهناء وخطيبها عشان يساعدهم في جوازتهم المتعطلة، وعشان لما تشربوا شاي ولما بيجيله خطيب هناء بيقرر حسين انه يشتري منه الارض اللي عليها نزاع من قرايبه ومعطلين جوازته عشان يكتبها باسم هناء اللي كانت بتخدمه عشان ينجز جوازتها وعشان يضمن لها حقها ويضمن ان يكتب لها حياة تانية بعيدا عن اخوها اللي بيضربها كل شوية، وملك عشان لو مات او جراله حاجة. كمان بيقرر يتحدى مخاوفه واحدة بواحدة، زي انه يقرر يشرب شيشة لأول مرة من زمن بعد ما كان بيمنع كل الناس من التدخين سواء في الاوضة او في المكتب. وبعدها بنعرف من حبيبة حسين ان هي عرفت ان عنده مرض، ولما بيقعد مع اخته
اخته نادرة بنكتشف ان المرض ده اتملك منه وقرب يموت، بس معرفناش انه مرض، وده عشان الفيلم زي ما اتفقنا بدايته مفتوحة ونهايته مفتوحة، وحتى المرض الفيلم عايزك انت تعرفه او حتى يا سيدي ما تعرفوش. وبخصوص رتم الفيلم البطيء، فالبطء ده كان بطء بمثابة انتظار الانسان لموته، انسان عارف ومتوقن انه هيموت ومنتظر جدا لموته، بس الموت محدش بيستناه وملوش اي ميعاد، فمهما كنت انت استنيت ميعادك الا انك هتحس بملل، زي بالظبط رتم حدوته حياة حسين المملة اللي احنا شفناها. طب ايه هو المرض اللي عند حسين واللي خلاه ينعزل عن الناس كلها كده، واللي خلاه مستسلم للموت ودفن نفسه بالحياة؟ لو جينا للتساؤل ده لازم نفتكر اعراض المرض اللي عند حسين، اللي كان منها الغثيان بشكل شديد والكحة، وكمان التقرحات اللي في ايده اللي كان بيداريها في اول مشهد، ومشهد الدواء اللي جنب حسين اللي كان فيه يوريفين وميوكوسول وأوجمانتين، ودي ادوية بتعالج الالتهاب الرئوي والحاد والمخاط اللي كان بينزل من حسين، وكمان التقرحات والطفح الجلدي. ممكن من الكام استنتاج دول نفهم ان حسين جاله ايدز، عشان كده مثلا ما خدش خطوة حقيقية زي الجواز مثلا مع حبيبته اللي هي اصغر من نص عمره، او ممكن يكون المرض ده سرطان الرئة او التهاب رئوي حاد وصل لمرحلة المسكنات وان مفيش علاج. مرض المفروض ان الفيلم صوره انه مميت، بس مش مهم هو ايه. الخلاصة هنا ان الفيلم صور لك حدوتة فيها شخص دفن نفسه بالحياة ولقى الدافع اللي يرجع بيه تاني للحياة ويعيش بالامل اللي فاضل ليه. فاكر بقى لما قلت لك انه بيتحدى الموت ومخاوفه ومش عارف ايه؟ اه، حسين بلغ الشرطة عن السويد بتاع الاموات اللي بيحصل كل يوم وبيفزعوا الصبح، عشان خلاص حسين اتحدى الموت، حسين كره الموت وقرر انه يعيش. فيقرر انه يجيب عربيته العتيقة ويخلي سيف يسوق بيه ويخرجه، ويجتمع في اخر فريمات في الفيلم سيادة اللواء اللي كان عايش حياته مع سيف اللي قرر يعيش حياته زي ما سيادة اللواء عايش حياته. والمرة دي اللواء بيتحرك وبيجري كعادته المعهودة، وحسين لأول مرة برضه بيتحرك وبيتحرك ناحية حياته اللي قرر يعيشها، وبتخلص الحدوتة بالحياة اللي قرر حسين انه يعيشها، وما يبقاش الرجل الذي مات مرتين اللي كان دافن نفسه بالحياة وميت مرة وهيموت تاني لما يموت رسميا. وتتحقق مقولة فؤاد حداد اللي قلنا عليها، الجنة دايما عند غيرك، تعيش في خيره ويعيش في خيرك. جنة حسين اللي لقاها عند سيف واللي قرر انه يعيش كل اللي حواليه فيها، وينتهي الفيلم نهاية مفتوحة. ما تعرفش هل حسين هيعيش، هل حسين هيموت، زي ما انت معرفتش المرض جاله ازاي، زي ما انت معرفتش انهي مرض، زي ما انت ما كنتش عارف ليه انعزل، بس الاكيد انه هيعيش حياة احسن من اللي ما كانش عايشها، لانه قرر رسميا يخرج من فيلا 69. والاهم في كل المعادلة دي مش التساؤلات اللي انت سألت نفسك عنها طول الفيلم، الاهم انك تعرف انك لازم تعيش في جنة الحياة عشان احنا ما اتوجدناش عشان ندفن نفسنا بالحياة، وانك لازم تخرج بره فيلا 69. وتذكر دائما ان الجنة دايما عند الاخر، الحب دايما عند الاخر، الخير دايما عند الاخر. فعلا سارتر قال the hell is others، او الجحيم هم الاخرون، ولكن يظل وجودك جانب بجانب جنب الاخر ده ليه سبب، وإلا كان كل حاجة حلوة في الدنيا زالت. الوقت الحلو، الناس الحلوة، الذكريات الحلوة، زي ما كل حاجة حلوة كانت زالت من حسين وفي الاخر لقى نفسه. بس يا سيدي يا رب تكون الحدوتة دي عجبتك وما كانتش مملة اطلاقا مطلقا، ولو نسيت تعمل السبسكرايب فمعلش تعب نفسك ودوس على الزرار الاحمر واعمل لايك وفولو على انستجرام وفيسبوك. وعايزين بقى نرجع سلسلة المخرج، عايز كده ان شاء الله حلقة قريبة جدا من السلسلة المحبزة، ويلا سلام.